عايز اسالك كمان بصفه يعني بصفتنا على التلفزيون المصري كمان عن محمد صلاح ومسيرته الطويله في كره القدم الاوروبيه، رايك ايه فيما قدمه محمد صلاح حتى هذه اللحظه؟ رائع، انه لاعب رائع. انه لاعب عندما اراه كل مره يمتعني في كره القدم، لديه دائما الارقام الخارقه للعاده، فهو واعتقد انه قدم ارقاما رائعه ايضا مع المنتخب الوطني. فأنا عاشق لأسلوبه في اللعب، وإنه من أحسن أفضل اللاعبين في مستوى العالم على مستوى العالم حاليا.